تخيل ان انت دلوقتي بتعملي ألبوم الذكريات بإحسانك. إحسانك هو ألبوم ذكرياتك في الجنة. حلو الشعار ده. إحسانك هو ألبوم ذكرياتك في الجنة. يا عم طلع الحلو، يا عم ابتسم يا أخي، يا عم طبطب على الناس، يا عم قول كلمة حلوة، بلاش الدبش اللي بيطلع من بقك ده، يا عم طبطب على الناس. الناس كلها بصت لي، مش فاهم كلها بصت. يا عم صلي ركعتين حلوين، يا عم ما انت كده كده هتصلي الظهر صليه حلو، ما انت كده كده صليت العشاء يا عم صليها حلو، حلي الالبوم بتاع الذكريات. طب شوف الصوره اللي بعد كده. ربنا بيورينا اتنين جايين يوم القيامه، وفجاه كل واحد ماسك كتابه. يعني ايه ماسك كتابه؟ يعني ايه تعرض الكتب؟ وليه؟ مش في يوم القيامه ميزان؟ طب ما خلاص من الميزان كفت حسنات وسيئات. مش في صراط؟ ليه موضوع الكتب؟ الملف بتاعك، الفايل بتاعك، التاريخ ده تاريخك على اسمك. يا نهار ابيض، تطاير الكتب. فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، هو إيه الموضوع؟ الموضوع كده. يا نهار أبيض، وقالوا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ده خطي. تخيل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. تخيل يعني إيه ولا صغيرة ولا كبيرة؟ ومش ظاهر وبس، الظاهر والباطن. خليك حلو من جوه قبل ما تبقى حلو من بره. خليك حلو من جوه عشان كله مكشوف يوم القيامة. انت جاي يوم القيامة معاك شريط كامل، شريط كده عليه كلك على بعضك، من ظاهرك بس، ظاهرك وباطنك. يا عم خليك حلو، يا عم قلل الغل والحقد والحسد. على فكرة برنامج الفهم عن الله هو تلخيص الحلقة دي. ما احنا طول البرنامج افهم عن الله، طلع الحلو. يا عم طلع الحلو اللي جواك، طلع اجمل، طلع الروح الحلو. حلوه دي اديت لك حته حلوه، عمالين يخبطوا فيك ويبصوا لك طول الحلقه. الله يبارك لك والله. زكريا دي نصيحه واللي بره بيبصوا عليك. الله يجبر خاطرك والله. طلع خلي اللي جوه حلو عشان اللي بره يبقى حلو. والله يا جماعه حلقه النهارده بتقول لك عيش باحسان، عيش باحسان عشان الذكريات تبقى حلوه. وبص بقى الايه، اما الايه دي انا بحبها بشكل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية. أنا ها أم دي كنت علي في أولى ثانوي وبحضر درس لشيخ في مسجد مصطفى محمود، كنت ولد لسه صغير. والله أنا ما زلت فاكر إيده هو بيعمل بإيده كده ها أم. يعني إيه ها أم؟ يا ناس يا هو تعالوا اقروا كتابي. بصوا بصي يا ماما، بصي 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 مكتوب هنا ايه. مش ده انا يوم ما حضنتك، ده الذاكره حاضره جدا. ايه بصي علي، بصي علي، مش ده يوم ما قمت لي من على الكرسي قلت لي اتفضل انت اقعد يا بابا. ايه ده، دي طبعا عمرك ما لا عملها، لسه عاملها والله. والله العظيم والله لسه عاملها والله. انا افتكرتها دلوقتي عشان لسه على الاكل النهارده عملها معايا. ايه ده، بص يعني اهو ده صبري على عاصم، اهي مكتوبه، اهي مكتوبه. وحبيبه بتقول لي وهيبقى في كتابي انا كده. يا ام اقراوا كتابي. ام بصوا اهو الركعتين اهم. ايه ده، ايه يا امك اقراوا كتابي؟ يقعد يلف على اصحابه وعيلته، بصوا مكتوب ايه. لا بصوا الصفحه دي، تخيلوا اهي موجوده اهي، ده انا كنت فاكر محدش شايفها، اهي مكتوبه اهي. اولا تخيل حبك لربنا يوميها. الحلقه دي احنا في لسه في منزله الحب لله، يعني الحلقه دي بتخبط في حاجتين. انت متخيل انت اصلا في حاجات نسيتها في الدنيا هتفتكرها يوميها، الا الذنوب هتنساها لو انت من اهل الجنه. مسحت ما هي ليله القدر اسم الله العفو، مسح تنساها يوم القيامه ما حصلش، والناس نسيتها والملائكه نسيتها وربنا مش هيعاتبك عليها، احنا دخلنا الجنه خلاص. ايه ده، يعني انت عايز تقول لي ان ذاكرتي في الجنه هي بس الاحسان فقط؟ ليه الكتاب فاضي؟ ليه؟ ما هو بقى هيتمسح حاجات وحشه كتير. طب ما كان يتملي احسان. ليجزيهم احسن الذي كانوا يعملون. طالما حاولت تحسن يرفع لك الافرج بتاع حسناتك التانيه كلها لاعلى درجه انت احسنت فيها.
لو بديت إحسان يلا كله في نفس الأفريج. فإيه أحسن مرة عبدت ربنا فيها؟ رمضان 2024 العشر الأواخر. كل رمضانات تاخد ثواب رمضان 2024. فتبص تلاقي طلع الحلو اللي جواك، أنعش الذاكرة يوم القيامة، افرح يوم القيامة بالذكريات الحلوة، افرح في الجنة بأحلى الذكريات. ها أم اقرأوا كتابية، والعياذ بالله التاني، وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، لأنه فاكر في إيه؟ لأن الذاكرة حاضرة. ذاكرتك في الجنة حاضرة جدا بكل اللي حصل في الدنيا. أنت مش هتنسى الدنيا، أنت جاي يوم القيامة وفاكر الدنيا بشكل قوي جدا جدا جدا. طب شوفوا القصة اللي بعدها. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دول مين؟ دول أهل الجنة. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أنا كنت دايما بدعي البابا أنه يكتب من أهل الجنة. أنا كنت مشفق على أخويا قوي، خايف عليه من الذنب الفلاني، خايف عليه من الصحبة الوحشة. إيه ده؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنت دايما بجمع العيلة عشان نعبد ربنا في الليالي دي من شفقتي عليهم، كنت بجمع ولادي وحاول أقربهم من ربنا من شفقتي عليهم. إيه جماعة ده؟ دي حضرة قوي. ده أنت فاكر كمان الأحاسيس، ده أنت فاكر الأحاسيس الحلوة. كان إحسان دي للأهل بقى، دي حتة للأهل. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقانا كلنا. إنا كنا من قبل ندعوه، يا ما دعيت لماما، يا ما دعيت لأخويا فلان. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أول مرة تيجي اسم البر مع العيلة. اسم الله البر جه هنا. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يوم ربنا يعمل معهم إيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. دايما الباء في اللغة العربية للطبعية، يعني مش مؤمنين قوي يعني. بس هي الجنة ازاي من غير لمة العيلة؟ عشان دي ذاكرة الدنيا، ما هي الذاكرة كده فيها، وهو يستحق، هو فوق. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أحد العلماء يقولك دي أكتر آية فيها رجاء في القرآن. ألحقنا بهم ذريتهم. الله، عمتك اللي ما كانتش عجباك دي وكنت دايما مش مبسوط منها، هي اللي هتجمعك في الجنة وهي اللي هتعليك فوق. ألحقنا بهم ذريتهم. كنت بتتخانق مع ماما كتير مش كده؟ طب هي دلوقتي اللي هتشدك فوق. ألحقنا بهم، ألحقنا بهم ذريتهم. جدك اللي انت ما شفتوش كان بيدعي الأحفاده قبل ما يموتوا ما شافكش، ألحقنا بهم ذريتهم. يا ربنا حنين قوي. شفتوا هي كل ده في منزلة الايه؟ منزلة الحب. ايه ده؟ ده طلع ان ذاكرة الدنيا تبقى موجودة في الجنة، ده من حب الله لنا. تعالوا افرحكم باللي انتوا عملتوه. عارف لو نسانا الدنيا ما فرحناش باللي احنا عملناه. تعالوا افرحكم، مش هنسيها لكم، هتبقى موجودة. دي جزء من الخبرة بتاعتك. كان لازم فعلا ننزل الدنيا، ما كانش ينفع ندخل الجنة على طول. كان لازم نيجي الدنيا الأول. ما ناخد التاريخ بتاعنا ازاي معانا؟ ما نجمع الذكريات الحلوة ازاي؟ الإحسان يا جماعة، الإحسان يا جماعة، طلعوا الحلو يا جماعة. عيش بإحسان. إنوي أنا عايز أعيش بإحسان. يا رب أنا هكمل، مش مسألة إن أنا خدت ثواب ليلة القدر ومروح، أنا هاخد أحلى ما عندي. أنا عايز ذكريات حلوة في الآخرة. عايز ذكريات حلوة في الجنة. فتخيل بقى العيلة كلها تطلع لدرجة إيه ده؟ بس جدك عايز ابنه. اللي هو جدك، بس جدك في منزلة أعلى. إيه العيلة دي؟ إيه العيلة الجامدة دي اللي عمالة تطلع لفوق دي؟ آه فهمت الآية، ذرية بعضها من بعض ما لا تشد بعضها. رائع القرآن.